كل واحد هيك بهالدنيا هيك من أول ما ينولد ببلش يكتشف أنه في مواهب عنده، إشي رسم، إشي رياضة، إشي كرة يد، إشي سلة، إشي التنكيد على الناس، إشي تبويز، يعني كل واحد بيختلف خلينا نحكي بالموهبة اللي عنده، بس يعني المواهب الأساسية معروفة اللي هي عن جد أما رسم أو سباحة أو رياضات يعني وغيره أكيد من المواهب. أنا اليوم بحلقتنا هيك حابة أسألكم سؤال، كل واحد فينا هيك مرات بيطلع عنده موهبة غلط، يعني موهبة ما أظن حدا بيقدر يتفوق عليه فيها، مثلا موهبة أنك تختار الشخص الغلط من بين كل الناس وتحبه، موهبة أنك بتربط الأحداث ببعض عن جد وبتنكد حالك وتعمل سيناريو ما إله حل وبتنكد حالك وممكن ما يكون إله أي دخل بالواقع، وبرضه موهبة أنك تحكي حكي بغير مكانه وبتفوت حالك بالحيط. عشان هيك سؤالي لكم مستمعينا لليوم، شو الموهبة اللي غلط عندكم من بين هدول الثلاث مواهب اللي ذكرتها أو غيرها؟ أكيد أكيد بحب أسمع منكم. مثلا أنا واحدة من الناس الحمد لله عندي موهبة بصراحة حلوة، أنه بقدر هيك بالرغم من أنه في ناس تستزنخني خلينا نحكي مرات، إلا أنه أنا بقدر أني أرسم الابتسامة على وجه ولو أقولك من بين 10 هيك أرسم ابتسامة هيك على وجه 8 أشخاص بكون جدا سعيدة. تعرفوا بإيش نعيم أنت أظني بهيك مشهور؟ لا مين؟ جوجو؟ لا أبو صلاح؟ طب لا الكرسي، الكرسي الموجود بالجاليري مشهور بأنه دائما هيك بيختار الشخص الغلط من بين كل الناس يا جماعة وبيحبه. يلا هيا تالا عم تحكي، أنا موهبتي أني بتعب بدون ما أعمل أي إشي على وجه الأرض. أما محمد عم بحكي أنا بصير هيك بعطيك تعبير حماس على وجهي وأنت عم تحكي مع أنه أنا بكون مش عارف أصلا شو عم بحكي الشخص اللي قدامي. هيا طارق عم بحكي أنا موهبتي أني دائما باجي بكحلها بطلع عميها. موهبة النكد أو هيك بتعرفوا تنكدوا على الناس اللي حواليكم، قديش في ناس موهوبين منها في هاي عن جد. أنا مش قادرة أفهم يعني هذا موهبة النكد عند البني آدم هيك بالبنات تحديدا، إحنا بننخلق فيها ولا بنكتسبها؟ في عنا محمود أبو صبحة من كندا، جود مورنينج يا محمود. عم بحكي موهبتي للأسف بعرف الناس اللئيمة من الطيبة لأنهم ما تركوا مكان للطيبين. هيا دينا عم تحكي أنا موهبتي أني بضل أوقع على حالي قهوة، كل ما أمسك فنجان قهوة لازم أكبه وأوسخ الدنيا اللي حوالي. أنا كمان في عندي صاحبة اسمها دينا على كل حال عندها نفس هاي الهواية تحديدا بأي نوع من أنواع المشروبات. أضلني نعسان طول اليوم ووقت النوم بصحصح، مين بصير هيك معه يا جماعة؟ مين؟ كله رفع ايده بالجاليري. هي رزان عم تعترف على الهواء مباشره انه عندها موهبه انها بتختار الشخص الغلط من بين كل الناس وبتحبه. اظني اذا كل واحد فينا بده يصفن هيك مع حاله رح يحس انه عن جد كل شخص دخل بحياته هو بيكون شخص غلط ولا لا. يلا هي روز عم تحكي عندي موهبه اني بتفاجئ بموضوع بعرفه من قبل بس بعمل حالي اني تفاجئت يعني عشان ما افقس صاحب الموضوع. أما كمان في عنا هنا مشاركة من محمد عم بحكي موهبتي أو مشكلتي مش بستحمل الانتظار، يعني أنه هيك بصلته محروقة زي ما بنحكي إحنا بلغتنا. يلا هي إياد عم بحكي مشكلتي إذا زعلت عقلي بزيد أحداث من عنده عشان أنقهر أنا بزيادة. أما في عنا سامي من أمريكا، أهلا وسهلا فيك يا سامي. عم بحكي أنا موهبتي أني ما بعرف أجامل، بدب الحكي دب لف ودوران والله ما بعرف، الناس بتصير تفكر عني وتاخذ فكرة عني أني هجومي. خالد الحسنات تحياتي لإلك عم بحكي أنا موهبتي لما أولع الأرجيلة لازم أوقع الفحم على السجادة وأحرقه. تحياتي لإلك يا نجولة عم تحكي الموهبة الغلط اللي عندي أني دايما بعطي فرص كتيرة حتى مع الأغلاط ومعرفتي أن الشخص اللي بالمقابل ما بيستاهل بس بحاول أتركه يستنزف كل فرصة معي أو كل فرصه معي. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج اف ام. احلى اذاعه يا مزاج.